تشوهات خلقية مفاجئة تظهر على شكل نوبات ووذمات في أماكن مختلفة من الجسم، في اليدين، الرجلين، الوجه، دون سبب واضح، وفي بعض الحالات نتيجة الضغط والتوتر. المصاب بهذا المرض قد يعاني أوجاعا في البطن مصحوبة بالغثيان والإسهال، أعراض يمكن أن تقودنا للشك في احتمال الإصابة باضطرابات الكبد وبعض الالتهابات، إلا أن الحقيقة أن هذه الأعراض تعود لإصابة بمرض الوذمة الوعائية الوراثية. المرض هذا لازم نعرفه بلي هذا المرض هذا وراثي. واحد كيكون مريض ويزيد عنده ولد ولا طفلة عندها 50% باش تخرج مريضة ولا مريض و 50% باش يخرج لها تلميح. رانا في 8000 مرض نادر، والمشكل تاع الأمراض النادرة الأطباء كيديروا الدراسة تاعهم، هذه ماشي في الجزائر ولكن في العالم بصراحة ما قراوش الأمراض النادرة. المرض هذا يجيب الانتفاخ، الانتفاخ هذا يقدر يتوشي كل الأماكن تاع الجسم تاعنا. مع الأول ما كانش مكنتش عارفة بلي لا مالادي اللي دير لي هكذا. مع الأول عم بالي لي ستوما المصران، باسكو في لا بيريود تاع لي زيكزام دايما توجعني لي ستوما، وراها تنفخت يدي. كنت شاده بارابلوي بها، كنت شاده بها بارابلوي تنفخت. بعدك كي سقسيتي ما قالت احنا تاني هكذايا، خالاتي عماتي كامل في لافامي، في لافامي على بالي بلي عندهم كيشربوا لاسبيرين. الوذمة الوعائية الوراثية مرض يسبب تورمات في الطبقة العميقة من الجلد، خاصة في الشفاه واليدين والقدمين والعينين، والتي يمكن أن تستمر من 3 أيام إلى أسبوع كامل، مع إمكانية تكرر الإصابة بها دون سابق إنذار. ولأن هذا المرض نادر ومجهول في أوساط كثيرة بالمجتمع الجزائري، سبب ذلك كثيرا من المشاكل والإحراج للمصابين به، خاصة عند ظهور اعتلالات وتشنجات مفاجئة. تنفخ صورتو في وجهي، يدية، رجلية بزاف هكذاك. بعتوني درت لي زاناليز في باستور اكتشفوا هاد لا مالادي اللي هي الوذمة الوعائية الوراثية انجيو دام. كي تزوجت هكذا وبديت جبت ولادي هكذاك، بدات بنتي دوزيام باش دير في باستور لانستيتو باستور، لقات الطبيبة قالت لي عندها نفس لا مالادي اللي عندك انتيا، هاد لا مالادي ايريديتير وراثية. بالقاسم من عين الدفلة، خديجة من غردايا، كهينة من العاصمة، هم أشخاص مصابون بمرض الوذمة الوعائية الوراثية منذ سنين طوال، ومنهم من أصيب وتعذر عليه التعرف على المرض إلا بعد مدة طويلة من الفحوصات. والأدهى في الأمر أن هذا المرض غير معروف على مستوى المستشفيات والعيادات ووسط الأطباء، هكذا يقول المصابون. المرض تاعي بدأ لي في العمر تاع 14 سنة 15 سنة، كنت نقرأ في المتوسط، كنت ندوخ يجيني ستار هكذاك، نروح للطبيب اختارت من السيام يرفضوني للسبيطار هكا ما يعرفوليش. انا عايشين كي شغل عيشه ما الله ما نعرف، مديرونجينا في الحياه تاعنا بزاف، كتصبح بيه ما تخرجش ما تنوضش ما تقدرش لي دولير. انا اللي نطلبه دوك النداء تاعي، قول للواحد والاوحد ما نحوس حتى على حاجه واحده اخرى، نحوسوا على الدواء برك يتلهاو بينا ويتكفلوا بينا كما لي مالادي الاخرين. اختلفت حكايتهم، لكن معاناتهم مع المرض هي النقطة التي جمعتهم بهذه الجمعية الوطنية لمرضى الوذمة الوعائية الوراثية، كونهم وجدوا فيها الأمل لمحاربة هذا المرض. الجمعية التي كان تأسيسها نتيجة إصابة زوجة رئيس الجمعية وابنه بهذا المرض النادر، تفتح أبوابها لهؤلاء المرضى للتخفيف عنهم ومقاسمتهم آلامهم. هي هذه الجمعيه كيفاش تاسست؟ باسكو انا اصلا بدات من الزوجه تاعي، كانت مريضه هي اصلا، وكانت عانينا بكثير باش خصنا المرض بالصفه نهائيا. دونك وشفت انا المعاناه اللي عانيناهم حنايا في العائله تاعي،
حوست كيفاش نعاون الناس واحد اخرين، باسكو حنا الحمد لله قدرنا انه نسير هذا المرض من جهه الزوجه ولا جهه اولادي، كان عادي عايشين حياتهم عاديه. المشكل انه الدواء موجود في العالم لكن في الجزائر ما كاش، حنا نجيبوه من الجزائر ما فهم الخارج، انا من واحد الناس نجيبوه من الخارج. وشفت الناس واحد اخرين ضيعوا خدمتهم على جال المرض هذا، كان الناس اللي ضيعوا قرايتهم على جال المرض هذا، كان الناس اللي ماتوا. فيو كنشرب دواء وعايش به نورمال، قدرت ندير سبور، قدرت نقرا، قدرت ندير بزاف عفايس في حياتي والحمد لله. دونك انا نقول للدراري اللي كيما انا ما يحشموش بالمرض تاعهم، وكاين جمعيه اللي راهي لهنا راهي تعاون فينا وراهي توفر تسي كيفاش توفر الدواء قد ما تقدر. وان شاء الله ان شاء الله بالك الجزائر ديرنا حل وتجيب لنا الدواء من الخارج. وفي ظل غياب دواء لهذا المرض بالجزائر، يبقى العلاج النفسي الجانب الأهم للمريض للتعايش معه. يعني هو مرض ككل الأمراض لازم نتقبلوه، ولازم نعرفوا باللي الصحة النفسية والصحة الجسدية مرتبطة ببعضها. يعني الصحة النفسية لا كانت عالية لازم الصحة هذه تعاوننا باش المناعة تاعنا في الجسد تاعنا راح تزيد تعلى، والعكس صحيح. نقدروا الشخص يعالج نفسه بنفسه من هذا المرض، يعني اللي صاب هذا الإنسان يقدر يعالج نفسه. كيفاش يعالج نفسه؟ قبل ما يخرج للمجتمع الجزائري لازم يهيئ نفسه لأي ردة فعل. الإنسان إذا شاف روحه أنه ما قدرش على يعني الحالة النفسية تاعه ما قدرتش تتحسن برغم مجهودات العظيمة اللي دارها، في هذه الحالة ننصحهم يروحوا لعند أخصائي نفسي. أخصائي نفسي رح يعاونهم كيفاش يتقبلوا نفسهم، وكيفاش يعاونوا نفسهم باش يتعالجوا، وكيفاش يخلوا كما نقولوا يعني يخرجوا للواقع بصورة يعني إيجابية، وما يديروش في بالهم حتى حاجة. يعني كما نقولوا يخرجوا للمجتمع يخدموا، يروح يشري، يروح يقضي، يروح كما نقولوا يتعايش مع المحيط. هي شهادة حية لمرضى الوذمة الوعائية الوراثية بالجزائر، أملهم الوحيد تحرك السلطات لتوفير الدواء كغيره من الأمراض المزمنة المعروفة ليتمكنوا من مجابهة المرض والعيش كغيرهم.